صباح الخير. يكون تحروني راقد أبوي واعي ترى من الصبح واعي وميلس ولا شغل ولا ضمنة. شو بجلس أسوي؟ شو وين أسير الحين؟ ما شي يصير اليوم. أقول لكم اليوم عزمنا نسير نارة ترانا اليوم ترى برد بضبي إن شاء الله الساعة 5 الإقلاع وعزمنا كنا اليوم بنضيع في بنسير نارة نار بلاد الغزلان هاللي كلها غزلان في الشوارع وماشي سيائر يمشي بين الوادم مدينة كاملة كلها غزلان. اللي يميز هالمدينة ان الغزلان تحوط دور مدار البيوت يعني ما حد نشاد عنها المراد كمية كبيرة يعني بالآلاف. انزين ويوم عدل تشاورت ويا ابراهيم توفيق ويا الصليطي قال ابوي لو بعدها مذكور ابوك انت هناك في نارة ظاهر من قبره وفي نار بعك ما بتعنى له. قلت لا والله ما في 6 ساعات حش علينا 3 ساعات صاير نحن كنا هناك قربها نارة امس يوم زرنا لكن ما ادري ايش اللي خوزها عن بالي بالرغم انها كانت في البرنامج اللي خوزها الله يسلمكم تاخرنا في الظهر من الفندق وبيفوتنا القطار والتذكره ما تتغير وما ادري شو يعني شغله طويله عريضه وكنسلناها سيره نارة من هناك يعني وتحريت به تحريت تجريب ما دريت به انها هالكثر بعيد ومضي عياله ولا البلاد والله تستاهل من يعني لها ومن الاماكن الرئيسيه يعني عندهم كما شيء نصيب وايد بقى على ما يتنعيل يعني عندك هيروشيما زينه كل هالعرب تعنى لها يا اخي ايش بتسوي كم بتقصى كم بتمشي البلاد ما تنقصى البلاد عوده قاره امبراطوريه هذه من متى مستويه من آلاف السنين يوم الحصار رطب والله لا إله إلا الله قالوا بيلبسون اللبس مالهم مال درتش شنل يعني اللبس تقليدي مالهم هذا شيء شارات الكندورة وفيها شارات المحزم الحقاب بعد النص يعني شارات الوشاح فيها وبرنيطة هذاني لو ما شيء برنيطة هذاني ما شيء برنيطة العلم عند الله بيلبسونا وبنحوط ما ادري وين بيودونا مول وهاي فيهن قباقيب قراحيف اي والله وبنصور اخلاق بنشوف شو الترتيب يعني ترى وقتها الساعة 9:30 لا فينا نسير بوينارة ولا عندنا خبر 6 ساعات بنهلك واليوم ورانا طريق سفر لو 6 ساعات 3 ساير 3 جاي ماشي مشكلة لكن بنرد وسيدة بنطير بضبي هاي المشكلة بعيد يعني هلاك بنهلك كم بنقاوي عن أبوه لا سابدين الله ولا غالبين إن شاء الله لي آيات أكثر وشي شركات وايد والله رمسوني وأمور وايدة إن شاء الله شركات سياحية وايدة اللي رمستني شركات سياحية واتفقت وياهم يعني ما قلت لهم لا إن شاء الله شي أبقى أنا ما تشديتن ومدن ويزر ما أدري وين أساش وأساميهم بعد لكن ما حد يعرف عنهم وايد يعني جماعتنا وإن شاء الله اني بسير أطالحهم واللي بيوز بنطري واللي ما بيوز بعد بنطري يعني شو المشكلة أقولكم ترى اليوم عندنا فري تايم يعني عاطينا اليوم إجازة الشركة قالوا لنا أبوي اليوم الوقت لكم لكن أمينة ما قصرت آمنة قالت أبوي اليوم له حتى هو اليوم أوف يبتدي دوامي وياكم اليوم الساعة 1 الظهر أشلكم أوديكم المطار لكن أنتوا عندكم وقت تبوني أمشيكم قلنا ها تعالي مشينا وحين وين ودتنا آمنة نيهم بشي وين أسمعك عادة نيهم بشي من هنا هم شو نيهم بشي شو يعني هاي مقر مولات وكمان في مرة حلو في شو؟ في مطاعم في مولات زين هاد تاكسي الحين لازم كاش ولا يمشي الكارت؟ يمشي الكارت يقدر الانسان يدفع أيوة. كم المشوار ياخذ تقريبا؟ مثل 15 دقيقة اوكي فلوس بيزات بيزات؟ اي هي 10 دولار الحين وصلت 10 دولار؟ 10,000 يعني 10 دولار الألف ياباني هو 10 دولار أيوة الألف هي 100 دولار أيوة الألف ياباني
$10 صح؟ صح. بارك الله فيك. ابوي سيارة هم شوفوا هون؟ هي الاسطول السيارة يسموه هم محافظين عليه بس الانجين جديد. هاي السيارة ترى جديدة لكن النوع هذا من السيارة موجود. هم عايبينهم الموديل والقصة مات السيارة يعني القرف. فلذلك تعمل الموديل الاولي تحيدون الهارتوب. شرات الهارتوب الاوليات شوفون شيء سود وشيء صفر. لكن هي داد من داخل يلقنها. شوف كم نظف الحت. هالشباب ها ابراهيم. مرحبا والله كيف الحال؟ بس غير ما شيء؟ ايش؟ بس كلمتين؟ شو صبحتوا؟ متابعين ابو محمد. هي عساكم بخير. هي اكيد بيغدوا بخير يوم بيشوفونك. فديتكم والله. لا خلوا العدم منهم كيف. وعن الزي ما شو اسم الزي مالهم؟ امينه؟ اللبس؟ كيمون. ها؟ الكيمون؟ ابوي نحن خلنا اللبس التقليد ما كنا ناويين نلبسه ونقزر يومنا هذا بطوله فيه. يا غير لازم يصير بقعته وياخذون قياسنا شيء عندهم جاهزات وشغله طويله عريضه حاتيت الجماعه ما القطهم قياس. وانا بعد ما بدنا عنهم انا اللي شراتهم لحقتهم نصر من اصبح لي نمسي. لا محشوم لا محشوم. ليش ان شاء الله هاي كلها نقمه ترى ابراهيم. ادري منها نقمه ادري بك يعني ما بضعف عنكم. لا حشه اي والله. زين شو بسوي عاده شو بسوي لك ما رم نصبر عليك لك ان شاء الله. اوعدكم ان شاء الله اني بهتم في المده الجايه برد شرات العام والله ضغطت على عمري ضغطه وسويت رقم واحد. معلومه على اللي بينزل من توقف السياره مفروض انت الباب هذا ما تفتحه اوعى تمسك الباب روحه ينفتح اوتوماتيك في حالته مسكت الباب ودفرت ترى يفتن عليك الدريول ما يفتن عليك يعني يكلمك بطريقه مؤدبه لكن المفروض انك انت ما تفتح الباب وتسكره الباب روحه يسكر نسبه للباب الخلفي الباب روحه يسكر ما تسكره انت الباب شوف روحه سكر. فنحن الحين ابوي غيرنا الوجه ابونا بنصير مجمع مولات يا غير طلعن شوي بعيدات ورا جينزا بعاد وحين قلنا ابوي بنوصل جينزا وبنتريق ترى ما تريقنا نحن لين الحين اليوم اخرنا وبنتريق وبنتمشى شوي في جينزا وبنبرد جينزا يوم الاحد يسكر الشارع كامل من اوله لين اخره بس يوم الاحد بالذات شارع جينزا من اوله لين اخره بس للماره مشي عريولهم ما يكون في سيائر ويقولون هذا الموضوع يستوي بعد في اكسفورد ستريت بيتسكر الطرف هاي على اليمين والطرف اللي على اليسار بس الارصفه وحتى الشارع بيستوي الناس تمشي على عريولها ما شيء سيائر يخفن اكسفورد ستريت مقلدين الشارع هذا سووا عليه تجربه يوم الاحد بالذات ما شيء سيائر يمشي كل العرب عريولها يقولون ان شارع اكسفورد راح يكون بنفس الطريقه ها شو هاي شنط اولنا عندهم شنط جميلات هذه وايد زينات براند ياباني كم امينه على $50 الشنطه وايد زينات هم نوع اللي ما يدخلون فيه قلموا لنا عن السرقه وما تشقاي هذا اللون جولد من الخدمات اللي تقدمها الجبان في شو المبنى هذا اللي تشوفونه فيه خدمة للمجتمع أي شيء تبى تسأل عنه أيا كانت لغتك يترجمون لك أي شيء ضايع عنك تخبر هني شو تسأل عنه أي مكان شو تبدل شو تبى تسأل شو وين تبى أي مكان تسير أي مكان تي الهم بارض يتبرضون للي بتسأل عنه أي شيء تبى تسأل يجاوبونك اي شيء مشي عاد امينه يا الله منك ونيه اليوم ونيه غادي بنجره اخر يوم لها اخر يوم عاد لها حر
لا دوري انت ماكلين حلاوه فيه، نحن بنتريق ما نبي لا دوري. دارت خرايب عدوان خراس عدوان الله. يلا محمد يلا تعال عاد بسرعه اركضوا سووا بثوروا وياها ثوروا ويا الحرمه ثوروا ويا الحرمه العرب كلها يصوروا وياها. ايه يلا هلو مبروك مزيق انت فغيره اجل ساق لا لا ابراهيم خلها روحها ثانك يو ثانك يو بارك الله فيك ثانك يو مبروك 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 الله يا محمد يعني تصرع عقلها شو قالت بالله عليك شو اقول لك ما عرفت شو تحسب انه شو اللي عفت مره واحده لا توك توك قبل شو قلت شوفت نهم عبد علي نهم هذا والله ذيب ذيب ابو محمد بارك الله بسم الله عليك بسم الله عليك كل ما فيك زين يا ابو يا ابو توفيق كل ما فيك زين جزاك الله خير ما شيء فيك شيء من المناجيد يعني الله يحفظك الله يحفظك لفت انتباهي وانا خاطب قلت بسوي لكم اياه فنان رقم واحد اللي ممكن عاد تبي تصيغ عليه تسوي كابتشر وتصيغ عليه هذا على الواكل ما يندر هذا وين شوفوا هذا اسم المحل ما اعرف شو المهم عيتني انا اي شيء فيه شيء طربوشة يجوز لي هذا ابوي قريب بدو مال امنه ما خلينا بقعه ونحن ترتب وهي اللي قدام وقدام 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 عدال شانيل وعدال بلغاري عدال بل وين الحين وين عيزتينا عيزي يا بنت الحلال هلكنا مليون امنه وين هذا لان ستة انفار قدامنا ساره واربعه وحينها اخر اثنين نحن وياسين الحين تريق هذا المطعم لمت عاد امينه هي تقول انه زين يا وين سنطلع مبزين هذا اسمه بيلز زي شو هذا ايطالي فرنسي يا ازقرونه يلا يلا ليش شو عاد يلا مدى ثانك يو ثانك يو ثانك يو من عمون هم من عمون هذا ابو الفهم هذا فنان هذه رقم واحد اللي اعطونا بعد كورنر فنان مره على جينزا مره على جينزا علي جنزة مكان جميل والرقي اللي في الدنيا كله فيه فنان وتحس انهم النظافة تقطر من اطرافهم هم يمشونها كان ذكر ولا انثى تشوفهم تحس انهم نظاف من رجال ولا من حرم كلهم كل واحد منهم انظف عن الثاني نظافتهم تقطر معدي سمعت به يوم يقولك يقوم يقول حق واحد نحن عندنا والله انت ياير ويورك معدي عندهم انت نظيف ونظافك معدية انا بلهجتي انا ها مارو ما اقول عنهم شيء الا انظاف ونظافتهم معدية معدية على الاولي والتالي ما هي اليابان اللي هي اليابان هم والله اليابان هي والله الشعب الياباني طالع سبوعهم اطراف ريولهم ما تلقط حد فيه ظهوره حلط ولا شيات ولا راسه غير شيء السلام عليكم ابوي عاد في الدور الـ12 في هالمطعم الغاوي لقط حلوليد الغاوي اللي محد شراته لقط ريحه الطيبين ريحه جمال برحيم جمال برحيم اخو صديق وعزيز متعارفين من شهر من سنه 90 في بيروت اول ما تلاقينا والحين ومن هاك اليوم كانت الصداقه صداقة عاد وياه ويا فريجه واليوم لقط فريجي على الله يحفظه لكن انت ما عرفتك الله يحفظه الحمد لله صريلي نزيب انت راي نزيب هم ما شاء الله عليك وهذا بلا مستبقد ولدكم ايه نسر ميل وغادم اكثرها انتقاد الريال ابوي اني انا قصرت في التصوير انا يا الله يحفظ هبل كلامك انت هذا كلام كل حد يقول لي قال لي خالد انت ما اعطيت اليابان حقه انا جاي مب على هوايه انا جاي طالع عندك مقيد
ومسير غير مخير، مفروض كل بلاد يلبس فيها هالكثر مقاطعة، هاي هالكثر مكان، هذا هالكثر، أسير المكان اللي هم يبونه ما باللي أنا أباه. اليوم عطيني تايم فري فييتوا لقتكم أنتم، شوف إيش قال حبي، بارك الله فيك، شكرا. اليابان مش مثل أي بلد، اليابان المعاملة اللي بيقول بي اليابان أنت مش قضية فلوس وقضية أنك بتي اليابان مني وطريج، أنت ما تروم تي اليابان مني وطريج، لازم تفهم طريقة تعاملك مع اليابانيين. اليابانيين ناس محترمين زيادة على اللزوم، كل شيء يعني ما تروم مثلا تسأل واحد مني وطريج، لازم أدب بطريقة لبقة باحترام، مش مثل الأمريكان والإنجليز بتدخل عليه بتقول أنا مستعين ولا شياته ولا excuse me. عندهم عيب، أكبر عيب عندهم أنك أنت تسأل بطريقة دفشة أو أنك ما تتريى لي قدامك، حتى لو لي قدامك تشوف أنت أقل عنك مستوى أو أن ما في عينك شيء، ما يستوي أنك تتعدى قبله هتي، لو تكون أنت الشيخ براسك ما شيء، لازم تكلمهم على حسب قانونهم واللي هم ماشيين عليه وطريقة عيشتهم. عيشتهم وايد مرتبة ومنظمة ومستقيمين بطريقة ما تتخيلها. لو تودر أي شيء طايح في الشارع مستحيل حد يحرجه، وما بتوعى به إلا ياك لين مكانك ما مكان ما أنت تكون ساكن. فموضوع الأمان هذا يعني شيء خيالي، ما حد تقول بينصب عليك ولا بتكاسله ولا بتلقط هذا زود عليك ولا أي شيء موجود. اللي ضايق السائح في أي دولة في الدنيا هني مش موجود أبدا، بلادهم ماشي سيد على الصراط المستقيم. تدرون الساعة 5 العصر يصيح جرس في ألمانيا بكبرها، جرس موسيقى جميلة في وأنا شغل ألمانيا عفوان الله يا الله لا بريتنا كبر شيء إنزين، يصيح جرس في ألمانيا في اليابان بكبرها، صوت الجرس جميل موسيقى، هذا يعني ممنوع حد من الفروخ صغارية يظهر من بعد الساعة 5، اللي برا يدخل بيته، ممنوع من بعد الساعة 5 أي ياهل يكون برا بيته، واللي هل بيظهرونه يحاكمون الأهل. صعب عندهم اللغة، لغتهم يعتزون فيها بطريقة خيالية، يتكلمون إنجليزي ويدرسون إنجليزي من أول دراستهم، يغير إنسانهم ما يأخذ على الإنجليزي، صعب أن الياباني يتعلم إنجليزي، صعب شيء من الله خلجة الله، إنسانهم صعب عليه اللغة الإنجليزية زين، فلذلك لو يعرف إنجليزي يستحي يكلمك إنجليزي مكسر، يستحي أو يحس بخجل، فلذلك تلقطه يقول لك ما أعرف ولا أني يسوي شيء يفضح عمره ولا حد يضحك عليه، هذا القصد. ومن الأشياء المميزة عندهم يوم بتصير محل مثلا وبتطلب منهم شيء معين ما بيقول لك ما شيء ولا بيقول لك مش موجود، بيقول لك لحظة، وبيصير بيدخل على النت ولا بيسأل مني من هناك في محل ثاني ولا أي مكان، المهم بيبذل وصار جهده بيك، إن عرف ترى بيخبرك بين عدك، وما عرف بتلقطه متلوم لوما له أول يا غير ما له آخر. اللوم اللي في الدنيا كله فيهم يتلومون بطريقة فظيعة. أبو سلطة طالب منها إبراهيم وأنا مرطت عنا وهو طلب أبوي شبرا. شو إبراهيم؟ شو طالبته؟ همبرجر دياي. شو طالبته أمينة؟ شو؟ نسيت الاسم. عفان الله يا الله لا بلي أتني هالكبير وقطيعة وطعمته أبوي هذا غير شو اسمه عادم مثل ما تعرف اسمه؟ ما يسوي عرفي خبرينا شو اسمه؟ شو اسمه؟ الجمهور يبي يعرف اسمه. سندويتش؟ يعرفون سندويتش؟ نيم هلو؟ كم؟ وراح حلفة مليون يمين اللي ياخذه. أربع هلا ما زينه.
ما عرفنا اسم عادور وين عرف اسم شو اسم المطعم اصلا اسم المطعم شو امينه ها منو بير بيرس بيرس بيس بيس بيلز في ناس بنيه بنايه شانيل نحن عدال بنايه شانيل ما بطيع ثار مساحين هي سلامة سوشو سوي بايحة قدا يلا والله ما بطيع ما بطيع طارق صدهي انت اخو جمال هي اخو شا اسمك طارق مرحبا يا نفسك يا مرحبا طارق الله يرحبك يا فضلك أبرك كم ساعة شوفك وهذا أيوة يعطيني اياه احمد هي وما طاعي باني يلا سوي حق يلا احمر سوي حق يلا رد السلام دريوقي انا سكرامبل اكس مع سليس ثنتين وهذا ها طماط ويا افوكادو بس انا وياك محمد وي نفس الشيء شراتي ولا ها ما شاء الله اسد البراري والغفار كلب وي همبرجر دياي بالصبح تبارك الرحمن ها الظهر وليس الصبح نجي لك العبارة ريوك لا عدل المعلومة حبيبي يا رك الله بعد شيت إبراهيم أقول لك لك قطيعة وحدة قطيعة وحدة من الجبن من البيض ليش ما تبى إبراهيم ما في نخلط أنا ما أكل دياي نسيت دياي دياي البيض ما يظهر إلا من الدياي لا لا ها احنا مسافرين ما فينا بطني يصير يخلط بعدين يصير عوضه ما فينا اي بطل بسم الله عليك الرحمن الرحيم ما في عندي احساس اي فضح لو تعك في كنكري ما عود لا الله اكبر عادل شكرا الله الف لا اله الا الله ابراهيم ردود الافعال عن امس بيفتشونك في المطار قبل هليكوبتر يقولون الحين هم تعرفون ليش يصورون يحطون هالحساسات على ابراهيم ثم ليش يتحرون شيء مهرب في بطنه والله العظيم ما على كلامكم عسل يا متابعين كلام محمد كلامكم عسل على لكن لا باب المداعبة ابراهيم اكيد مداعبة حبيبي هل انت يرضى كل ما تيوزل يوزل كلنا يوزلنا بس انا ساعات يقولون فيه ما يخلوا شيء عني لا جليل ولا كثير هاي الدنيا هي والله هي والله شو التعامل مع خالد الخالدي لا انا بتشكر كثير كثير لا 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 التعامل سهل ولا صعب قولي الصدق قولي اللي بخاطرك ها استاذ صعب هي والله لاني انا امينه انا امثل شريحه كبيره من اللي يعرفوني اللي يصلح لي انا يصلح للناس كلها لربع اللي يعرفه شفتي المستوى هذا والاكل هذا اللي اليوم نحن كلناه هذا يصلح ل 99% من اللي تابعوني 99% تخيلي لذلك انا صعب انك توديني مكان يعجبني كاكل ما هو انا عشان الشركه ايه زيت على هال ايه ترى هالمشكله لان نحن مثلا في الشرق الاوسط او في الخليج نحب الاكل هذا ونحن الاكل شيء مقدس عندنا ما نصبر عن الاكل في شيء ثاني امينه ها دامت مدحت ابو خالد سوري ابو محمد هي. هذا واقع هي. لا غبار عليه ولا يا رك الله يا رك الله اي والله امانه حبيب قلبي فالحين حبيت قلبك الحين انت قلتي بتزوجين بتدورين العروس ايوه فهلا هلا فينا باذن الله هي هي دوري العروس لقيت بنت الحلال انا بوصل فهمتي شروط ابراهيم شو يباها شو شو ابراهيم شروطك اباها رزين هي وحشين هي وراعيه بيت هي وفيها الخير وتحشم البيت يعني ما تبها وحده تخاجي من مول لمول لا لا حشه ما تبها وحده سبور لا حشه ما تبها وحده مكرجوب وثاني اي ولو دقيقه وحده تعاشيها ايوه والله امانه يعني الله هي يسر امورك ويرزقك ان شاء الله بنت الحلال ودعواتكم الطيبة متابعين بمحمد إن شاء الله يسر أمورنا متابعين بمحمد متابعين هي يا ركز لا آمين إن شاء الله آمين وانت قافلتني وكلت ثماني قصيت ماما حالي طبعا ما وحالي توني بل الله شكرا 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 الكابتشين والفنان Thank you
بعد يا رك الله يا ابراهيم. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. حاب تهير تقطعني عاد ابو ظبي لازم تيني. اي والله لازم تيني. وهناك ابوي هالشويهات قبيسات كلهم ابوي غنوا لك بالاشواق. كلهم ابوي قالوا ضروري تجيب لنا ابراهيم توفيق. لا خلا ولا عدم منكم ان شاء الله، وان شاء الله بوصلكم حيل الله ظل اعطاني عمر وحياه. شيء ظاهر هني على ذمك شو هذا؟ شو؟ صار صار خلاص. راح؟ ايه. ترى انا قاعد اكل سلطه. شو الفيدباك عن حضور خالد الخالدي عندكم في اليابان؟ شو ردة الفعل اللي انتو تشوفونها كناس مستضيفين؟ متفائلين احنا، مرة فرحانة، منجيلي فرحانة بياباني الحمد لله. انا شو، انا بس مترجمة، هو فرحان كتير يتردد افعال؟ ايوه الحمد لله. في حجوزات؟ ايوه. اللهم لك الحمد. نعمة. نعم. متوقعين هالشيء انتو؟ انا بيني وبين بعد لعن الحسد. لكن شيء زين ولا لا؟ زين الله يجزيكم خير. الحمد لله الحمد لله. شوي خبرتينا بين حقي انا والربع، يعني قلتي لهم شو السبب ليش انا بغوني دون عن العرب؟ شو السبب؟ شو انا اتميز فيه؟ توش قلتي الحين عيدي مره ثانيه. تدقيق. كيف التفسير كمان. هي. مثلا احنا في السياحه في ناس ما تحب التاريخ والجغرافيا وهاي. في ناس تحب الشوبين، في ناس كل واحد وشو بيحب. استاذ خالد مدقق، اتقانك في عملك ما شاء الله عليك. الحمد لله. اي شيء ينبهر به مدير. هي. على هالاساس في وايدين يقولون انت وايد تكبر المواضيع، وايد تعطي الموضوع اكبر عن حجمه. مستحيل شيء متعوب عليه من اذا مطعم ولا فندق ولا بلد ولا اي مكان متعوب عليه سنين زهور، معقول ان يمر عليه مرور الكرام؟ قلبي ما يطاوعني ان شفت شيء لازم اوصفه الوصف الدقيق اللي يمتع ناظري ويمتع ناظري وبوصل الفكره اللي انطبعت في مخي عن الشيء هذا عني انا، لاني هذا يسمونه سنابي روحي، سنابي انا قصتي. فقصتي اشرح للي يدور في خاطري ويعيبني، ما باللي عيب الناس، اللي عيب الناس انا ما بوبل ابوي ادخل في خطر العرب، حد من الناس ما يعيب الرمس الوايد، حد من الناس ما يعيب المديح الوايد، لا، انا امدح الشيء اللي في مدح. الشيء اللي في مدح امدحه، والشيء حتى لو ما في مدح جزاهم الله خير ما قال، لكن ما ادخل فيه مره بالملي بالسانتي. فلذاك استغربت الحين منها تقول لي اليابانيين ليش يبونك انت؟ لانك انت يوم تشرح شرح دقيق ووافي وقريب الى القلب. انا من طبايعي يوم اشرح عن شيء اشرح من الخاطر، يوم انجز عمل انجزه من خاطري، كان اكل ولا شرب سير ولا يي ولا حديث ولا عزيم اي شيء كان. ذلك امين استغربت من يوم تقولي لي عجبهم طريقه شرحي. على هالاساس الحين انا وين؟ في الامارات. وصفه زيت او وصفه اي شيء. اي فانا في الامارات، حسين في الشام وجثته في كربلاء، الحين انتم في اليابان وانا في الامارات. سبحان الله كيف عرفتوا ان حد اسمه خالد الخالدي موجود هنا؟ هو في الجوجل لما تفتح بتلاقي خالد الخالدي، اكتب في الجوجل بتلاقي استاذ خالد الخالدي. زين وايدين بيظهروا لك اسامي؟ لا خالد الخالدي موجود في الجوجل كامل، في اليوتيوب، في الصفحات، في مقابلات حقة التلفاز في دبي، في سيما دبي، كل القنوات اللي رحت لها. شكرا جزيلا امين، بارك الله فيك. شكرا جزيلا ابراهيم توفيق. بيض الله وجهك يا وجهك ابيض، وجهك ابيض، وجهك ابيض، وجهك ابيض. الله يرحم والديك ويسلم. خليك بشروبه. هذا وصل ابوي البانكيك، هذا وصل البانكيك، وصل البانكيك. يا سلام يا سلام يا سلام، البنت حامل من العام. سلام يا سلام، البنت حامل من العام. هذا ابوي البانكيك اللي يطلبون. طبيعي يسوي ابوي شيرنج. هي هاي خذت امينه خذت اثنين وانا واحد، والصليطي خذ اثنين وابراهيم واحد. انا واحد اخذت اثنين هداه. يا سلام هذا السيروب ماله. يا سلام سلم، لازم عاده.
بقيعة مو استحد داسينها هذا وسديل له جرين موز. في العافية في العافية أمينة. بون أبيتي. يا رك الله يا رك الله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. في العافية. أقولكم ترى الاسمه هذا اسمه. واللي طلبنا نحن الدين يا ودي ما خلينا شيء ما طلبناه. كل شيء طلبنا دبل الطلبات اللي طلبناها. وانا لين الحين اللي ساير كابتشينو يا كابتشينو اللي بيجي ضروري يطلب كابتشينو. انا اطلب وان اكسترا شوت سبريسو. وجميع طعم لذيذ 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 للغاية. زين وفاتورة تمر رخيصة ما بقالي. امينة كم هاي 19000؟ 200 دولار. عشاء نفرين اربعة تنفار ريوق نفرين لكن نفر ريوق اربعة تنفار لكن الاربع تنفار كلوا عن ثمان تنفار يعني طلبات مال ثمان اشخاص 200 دولار. 200 دولار حق ثمان اشخاص طلبات اللي طلبناها مال ثمان تنفار هم نفر ولا نفرين وهي تراها اللي تدي على حسابهم ريوقنا وغدانا وعشانا وقامتنا وتكسينا وسيايرنا وتذاكرنا كل شيء على حساب الشركة هم اللي داعينا وهم ابوي متعبلين من علمنا وخبرنا مشكورين يا نور ترافل بارك الله ما سمعت شكرا عفوا المكان بعد العالم تنتشل ممزور لين عينه thank you very much thank you بسم الله شلي ياني الله يحفظكم الحين آخر جولاتنا في قنزة وحين عاد ابوي وقفنا التاكسي هذا التاكسي سايرين الله يحب طاريته رجلي سايرين الله يبارك فيكم شو اسمه فندقنا مسوين نحن تشيك اوت شبه تشيك اوت الحين عاده تشيك اوت خيب ها ها شوف شبلاك زبك سكرت على يديك سكرتي على يدين هالفقير المؤمن يا ويلك من الله سكرتي على يدين صليطي الباب أنا؟ هي والله والله العظيم والله على صبعه تسكر يا مسكين ما تشوف شر ابراهيم طرد اثنين الله يبعث طرد اثنين ابراهيم طرد اثنين ابراهيم دريب ينزلك دريب ينزلك ما تشوف شر ابراهيم اشوف راوني اشوف وينو اي والله يا ربي ايش قاعد قدر لو صبعك قصيت صبعي احب اخبر السفاره عليك هاي انت شوهتي يد سائح لما حط يدينا على الباب وانت ما شفتي وسكرتي صبرته؟ هي صبرته بلغنا عليك شيء معوضه؟ ما شيء لازم الشركه تعوضنا بصبع بدون صبعه لا وليش تبى يعني احبك اقول الحمد لله على السلامه لا هاك لو منقص الصبع ردينا عاملناه مره ثانيه وردوا بنقول الحمد لله على السلامه ولا هذا ما يرزع ما يرزع الكبير والله احبك مجلوبه صبع قد بنفسجي احبك ايه لو اللي تحبه ايه وعارف شو تحرى امينه شو اكرم من تصاحي هذا زعيج كله ما تسمعينه لا ما بس ما فيكم شو بتحكوا بالضبط او ما تفهمين قصدك لا بفهم بس ما شوفي صبعك كيف امينة شوفي استوى ازرق يا ماما الله يرضى عليك حكت حكت الله يرضى عليك سامحني لا ما بيسامحك ما نقدر احنا يعني الرئيس نعم اللي يقولوا وانا ابوي الحين سيده نحن وياك واحكام الله سيد البليس كم يعطون عن هذه اشراني اياها انا الصبع انا بقول لك هذا ما ادري كم يعطون عنها كم يعطون عنها مينا شوف يا قصيت صبع الرجال حين اللي تحطونها خلاص ابوي العالم شافت يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا ويلك من مديرك قصيت صبع ما ادري منو السائح المرافق مرافق المرافق الخالدي اي والله
انت اخو خالدي تهب المرافق انت اخون حم كم ربعتنا ويا الصليط الحين كم من سنه والله يا اخوي ما بقل من 40 فوق 40 فوق ال 40 ما بقل من 40 الاول انت كنت في الراشديه نعم وكنت اجيك انا ومحمد عثمان نعم سياره هارتوب اي ونقبض من خط جبل علي من سيح شعيب سيح شعيب نقبض طريق جبل علي جبل علي نعم فوق شي شارع إيه؟ من الراشديه نزلك على كلبه والفجير من نعم نعم جديد هاك الشارع كنت وين ايامها في البطين نحن كنا في البطين نعم إيه. يلا يا ابو محمد اقول ثركم دهيريين ما شاء الله عليكم الله يعطيكم طوله العمر من 40 سنه يعني هاك الايام انا عمري 15 ما بدهريين دهيريين هاك اسمع عرفت فقير يرد على ما سومبا اورانجا يرد من ناكي ما يروح يغتضن اللسان غصبا عليه يعني لا لان انا ما عشت جيلكم شو دراني لا لا هي ترى ابراهيم صغير ابراهيم والد كم انت ابراهيم والد كم انا عمري الحين والد كم انا 88 والد 88 ايه يعني صغير انت ابراهيم ايوه شو تفكرني شرفتكم لا 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 الله يعطيكم الصحة والعافية طولة عمركم. لا شغال ليش؟ لأنه وامس قالنا 35 أنا. وكل قال عمره 30. الحين كم؟ إذا 30. إذا عمر إذا مولود 88. إيه الحين 30. 30 يستوي؟ إيه. هذا 30 هالخد؟ إيه. يد السكن. وامس هناك يمينه بنطير قال 35. يا كذب. احسب عاد شوف التفاوت بعد كم. شو تقولين عاملة؟ مرة حلوة اليابان هيك بالطقس هاي. الحين حلوة؟ أيوة. عقب ما نقص صبعي واستوى لون الساكورا سمحت اجي بعدين مره سمحت اجي بعدين شو بسوي بصبعي اخذك الحين للمستشفى بغيرون لي لا ها يعملك مضاد هيك شو مضاد اي مضاد تشفي استجاب يا رب انت فخ راس الدري والفقير درب غير زلم الصقيع ابراهيم اجي وقف قام يحرك ذني هذا ميوب هذا الصبع الضربة هي من يوم كيف يتني ما شفتك أنا لا بس يعني شو أسبابه سبحان الله أيوة بتكون عين بتكون عين اليابانيين بعد يوم عيون أيوة. المصغار وين صيب ما حد عين كبار إلا اثنين عدل عدنا آمن وعدنا إبراهيم هي نعم أنتوا عيونكم كبار كان أنت ضربتي ولدنا بعيد هي عاد عين الجزائريات الله أكبر عليهم التونسيات الله أكبر عليكم آمنة شو قلتي أنت شو اللي قلتي الحين شو اللي عرفتي دويا إنزين شو الدويا يعني معناها إنسانة غبية إنزين وبعد شو زين يعني هذا احترف بالجيم بعد شو من الكلمات اللي تحبطين من الخالدي مينونة ودوية بس انت هاي انتقاد هذا ايدي دايما مينونة ودوية يا المملكة يا دولة كرامة الوجيه مثل مردد شاعرك حنا هلك اللي ما ترضينه ترى ما نرتضيه ونزعل من اللي يا ذرانا يزعلك فترابها قبر النبي صلوا عليه ومن يتبعه ينجو من عاند هلك بلد عدا قدسيته حصلت فيه أوفى شعب ولائه الأعظم ملك ابوي مديرة الشركة جاي يتودعنا لين عند الباب. Thank you very much. Thank you for everything. Your company is one of the best companies. And الحمد لله we have the Iron Lady with us. Thank you very much. شكرا شكرا مع السلامة. Thank you. شيء على العام حين أمينة كل اللي يسألون حين شهر 7 و8 شو الجو عندكم في كامل اليابان؟ مرة حلو الحرارة 30 بس في أماكن للألعاب مرة حلوة كتير الجو مرة لا الجو حين يسألون على الجو الجو حلو 30 مش حلو حار لا لا ما هو بس في المساء بيكون برد هنا في اليابان مريح للطقس لطيف لطيف أيوة في كل اليابان 30 ولا في مناطق أبرد في مناطق أنت ممكن تقولين هوكايدو 20 أوكيناوا أيوة يعني مش كلها نفس الجو لا شكرا جزيلا أخت آمنة شكرا
ليه تضحكين؟ شو اللي ضحك؟ انا ما ادري شو اللي ضحك. اقول لك امينه بصوت عالي، شجره الساكورا شو لها كم اسم؟ ساكورا وشيري شيري بلاس. هاي معناها الموسم. زين طولي صوتك عاد. الموسم وهي ساكورا البارح انت فسرتها صح، هي شجره العمر حقتها بين 400 سنه ل 500 سنه زي هاي في الحديقه، واكثر هي ما تثمر شيء ثمر. يقولون هاي شجره الكرز. الكرز ليه؟ زين الكرز ما يثمر؟ لكن اسمها شجرة الكرز. ايوه علشان البينك حقتها بس اللون يعني، لكن ما يخصها في الكرز الطبيعي، شجرة الكرز غير. يا رجال الله. لان كل اللي يطرشون لي مسج والله هاي اسمها شجرة الكرز. اسمها شيري تري هو شجرة الشيري اللي هو الكرز. يعني كيف يعني ما تطلع؟ لا هاي تثمر وتطلع كرز. تقول شجرة غير مثمرة ولا تطلع كرز ولا شياته. هذا لقب يسموه شجرة الكرز، زهرة الكرز، لأنها لونها لون الكرز زهري القامج. أول ما يستوي الكرز وعقب يرد بأحمر قاني. ما زين لك الكلمة هاي قاني. ها صلاح. سلام عليكم. أنا بخير وسهال، إيش حالك؟ صلاح هاي أمينة بتسلم عليك، كلمي. مرحبا صلاح. الحمد لله، كيفك أنت؟ يقول يبغي يشوفك يسلم عليك. وأنا كمان أفتح من هنا؟ بس خلاص مفتوح. هو يشوف فيا؟ ما يبغي، زيغين الياهل. ها صلاح. وشو تبغى تشوف الحرمة؟ أنت ما تستحي، عيب. يلا باي. يلا محمد سلم على الرجال. Thank you very much. Thank you. Say hello to Noor Travel. Thank you for everything. Thank you very much. حليلة. يلا. Thank you أمينة. جاهزين أبوي للسفاء. وهذا ابو الاتحاد. ايه حيشوف هالعيد. Which one is your hand carry? This. Yeah, hand carry. Hand carry? We don't know. We will see. خدمتهم نور ترافل. والله خدمتهم 100%. ما قصرتوا يا أمينة. وافية. إيه والله. تمت ويانا لين ها؟ لين خلصنا سامانا وحطوا شناطنا وعلمنا وخبر. وافين ها؟ أكبر وافين والله. أبو أحمد الله كما يقول ما باين علينا أمينة مسكين. ما تدري والله تعال يا بتصير ويانا البلاد. ما صلينا بغض ورد. مشكورة يا أمينة مشكورة، ما قصرتي. مشكورة ويلومنا فيك، تعبناك ويانا. إبراهيم ها شو الأخبار؟ مشكورة يا ام داود على هالاستقبال وهالتوديع. أيوب لو داود. أيوب مشكورة على هالاستقبال الحافل وعلى هالعناية، ومشكورة على هالمتابعة كلها في ميزان حسناتك. يلا مع السلامة، شكرا جزيلا. يلا سلموا عليها. يلا في مال الله. ليه ترى لا تمادونها يا ويلكم، ما تماد الريايل. لا بنت لك ما بكمل. يلا لا ما صحت، قال بصيح. ما صحتي؟ ما قال بصيحين يا بتوصلينا. انا قلت شريره ما بتصيح تتغمس شخصية الطيبه، لكن طلعت طيبه صدق. يلا توكلي بالله نشوف ايش شاء الله. مشكورة يا أيوب. سلمي على أبو أيوب وسلمي على مدير الشركة وسلمي على كل من يعز عليك. بارك الله فيك. الله يسلمك. مشكورة شكرا جزيلا. شكرا.
شفتوا بالله عليك إبراهيم، تعرف شو اللي يميز مطارهم؟ شو موجود في كل الكون إلا مطارهم، مش موجود عندهم الفاست تراك، هذا الخدمة السريعة. قبل لا تكون بزنس، لو تكون جايب طيارة خاصة، ما شيء خدمة إنك أنت تخط قدام العرب. في أي طيارة في العالم، في أي مطار، في يعطونك في الطيارة يوم تكون بزنس ولا فيرس شيء اسمه فاست تراك، إنك تخط قدام العرب. في قسم خاص للي على البزنس وعلى الفيرست، زين؟ إلا مطارات اليابان، مطارات اليابان ممنوع عندهم. عندهم القانون قانون الفقير والغني والتاجر، ما يخص هي ماشي، لازم تقبض سيد حالك حالهم، كانك شيخ ولا مليونير ولا اللي يكون، في جوازات، في أي شيء، في أي مكان ممنوع، ما في للناس يعني الفي آي بي. المقصود في الفي آي بي اللي أنا أقول اللي يعني عنده فيرست كلاس ولا 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 بزنس ولا ما حد أحسن عن حد، لكن هم ما يحبون هالشيء التميز، ما حد عندهم أخير عن حد. يعني ما بتقول أنا عندي وبصير قدام بأخذ فيرس بيخطفوني من قبل، لا، هاي الخدمة موجودة في كل الدنيا إلا عندهم ما شيء، الخدمة هاي ما موجودة. مطارهم يعني الله يحفظكم، وهذا داخل دوتي فري، يا سلام سلام، بلاد مطارهم كلها أسواق وكلها دنيا وكلها محلات، يا سلام سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. زين زين، أبوي هذا قطنا الشباب، هم هوايهم جايين، شو رأيكم في هالبلاد؟ يا الله ما يحتاج رقيس ولا؟ يا الله رقم واحد رياض ويه ومرة وترتيبهم ترتيب. تدري البحر خدت أنا شرط قميصك هذا؟ والله خلا كان بعد خدت لونين، لقط واحد مهم بنفسجي بعد. أنت لو شو ما تلبس وعناوي أكيد أنت شعر على المقام أنت. الله يعطيكم العافية إن شاء الله. من هل بجيلها؟ لا 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 العين العين من العين؟ نعم. يا سلام يا الله يحفظ البجيرة والعين كل واحد. الله يجزيكم خير ويعطيكم الصحة والعافية والبلاد طيبة. وأبو محمد بعد ساعدنا وغطى وشفنا بعد ما كنا في البلاد. يا الله والله نظيف تقريبا 9 ايام جلسنا هنا ما شاء الله. البلاد نظيفة. لا 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 روح شباب تحرين توني عيال. لا لا مو ويانا ومجموعة هنا. زين وين سكنتم؟ فنادقكم يعني عند هالريال هم سوي ترتيب يعني هم كله زين يعني كله زين كله وهالريال ما يخوز على هالبلاد اصلا دوموا فيها. جلستوا بس الا في طوكيو ولا ظهرتوا؟ لا في طوكيو. ايوه من الناس يعني طوكيو طويل بعمرك ما بتدفع حق القطارات وايد ما بتدفع لهم حق السكان ارخص شيء بتحصله في طوكيو كيف بتظهر انت شن كان سير بتصير هالاماكن تدفع لك مال كل سياره فيها 450 ولا تاخذ الجي ار باس هذا هذه لك بتدفع لك اياها من قبل. ايوه يعني تذاكر القطار غالي غالي نعم حول 450 480 سياره 450 شو درهم 450 درهم سائر يعني وساكه 450 وراد 450 المسار اللي بيين بين شباب يعني ما شاء الله شبابية ما عليه شبابية مرة ما عليه والله على شو السعر الناسب والله هي زينة هي كلها على يعني واحد ما ترى شيء بال 500 درهم سعر ياي واي ما باي 500 كيلو بيوديك القطار على بتو بلاش قطارات مريحة بعد زينة ما هي والله لا مش كده هم نضاف طيبين بس شوي الأكل عادة لا خصوصاً نحن عقولك بعدها شهر ما ياكل سمك هي والله والله ظهر فسفور من عيني سامعنك يعني الله يحفظكم الله يعطيكم الصحه والله كم ساعه اشوفكم شباب الله يحفظكم موفق ان شاء الله درب السلامه نفس الطياره صح نعم نعم باب يعني يقول ما حد سوى لنا سالفه الا محمد ولا ابراهيم ما رب مسوي لنا ما قدرنا نحمد سالفه بالعرض ما شاء الله انت ماخذ الجو كامل يا رك الله انا ما ازيد عليك انت ما فتست شوي ما خلى ساكوره ما خلى هاي اللي اصور وياه وانت مره مراقبينه يا الله موفقين ان شاء الله شكرا لا خليتهم شكرا 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 كل مبين لابراهيم توفيق الحين يا سلام يا سلام يا سلام هذا بو البلاد اي والله هذه البلاد وين ما تشوف نشرها اعرف انك وصلتها اللهم احفظها من دا بشيرك الكرسي اللي جاي 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 فيه برد فيه هذا نفس الكرسي اخر كرسي منو اللي دار اعطيني موقع يعني يلا عاد حينا وضع الطيران مرة حينا باجي خمس دقائق بتطفي الشمس
وإن شاء الله أول ما بطير الطيارة بتمسح وبنصلي وبتعشى وهيلة بيسرقال لين باكر إن شاء الله. يا رب يا السكور حتى في المطار كما تبين تصوير تبين أشعة الشمس مخربة ما شاء الله هك عابط كامل كل سكورة ما شاء الله غليتي يبين غميضة والله ما يبين. الله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ أمة محمد بجين ما شاء علينا صلاة الحين صلاة المغرب والعشاء ظهر مصلي وعير الحمد لله وحين بطير يا سلام على هالطيارة ما ندرى مال وين الفلبين شنها شفت اللون بنفسجي. مع السلامة مع السلامة يا دار الطيبين يا دار المنظمين مع السلامة يا طوكيو أمناك الله الذي لا تضيع ودائعه اللهم احفظهم من كل شر هم وبلادهم بلاد المسلمين أجمعين. والله حي هالشوق وحي هالدار حي هالدار وحي من سكن فيها الحمد لله على سلامتنا. وهذا ابويا سيرنا تونا الحين طالعين على مشارف وظيفي اللهم لك الحمد. خذت سمت وحده 11 ساعه طيران 10 كلهن رقاد رقاد ريج من طرت ليل الحين قالوا فتحوا الحزام وتراكم وصلتوا تقله اللي يتراوالي طلع لا ما يتراوالي صدق الحمد لله اللهم لك الحمد. خمتن وحدة يلا عاد بنرمس ونحن سارين البيت ولا من ولا باكر الصبح علم عند الله ما في البرنامج. مشكورين وسامحونا تعبناكم على 10 ايام ركضتن وحدة. سلس ولله الحمد هبوط رقم واحد كابتن رقم واحد وطيارة رقم واحد ومدرجة رقم واحد بعد شو بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى هالهبوط اللي ما كانك هابط الطيارة فيها لك 600 روح هالوزن تجيب هذا يقول لك توفيق من الله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. اي الحمد لله على السلامة الرحلة كانت ابوي ممتعة لا في كلافة ولا تعب ارقاد ريج ابوي من قبلنا لي وصلنا ما شيء ازعاج طيارة ما شاء الله 70% من الاكونومي كانت فل والفيرس والبزنس كان بعد فل العين عاد بزنس والفيرس هي. وهاي خدمة أبوي سيائير زاحبة من طيران الاتحاد جزاهم الله خير شكري ما قصرتوا شكرا جزيلا شكرا شكرا من أتيهم أبوي حاطين لك هالدنيا كلها مريودة قدامك بغيت تاكل بسكوت بغيت تاكل كوكيز تتفنيل شرب حار بارد كله موجود وهالمكان ما شاء الله يغني علي هالمكان الفنان بتلفزيون بيلسته لو تلفزيونين بعد حاطين كان ريال متناقم يا حرمته يصد عنها ينبع ويطالع روحه تلفزيون